بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام ويتجدد اللقاء مع اسماء الله الحسنى وحلقه جديده من حديث الامام الطيب فضيله الامام نتحدث في حلقه اليوم عن اسمائه تعالى الخالق البارئ المصور نبدا مع فضيلتكم بماخذ هذه الاسماء ومعانيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فهذه الاسماء طبعا كما وردت متجاورة نعم. في سورة الحشر وورد بعضها كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وأجمع عليها المسلمون لنبدأ بالخالق بالاسم الكريم اسم الخالق نعم. ومعناه هو مأخوذ من الخلق نعم. والخلق بمعنى التقدير هذه الأسماء يعني قد تتداخل معانيها نعم آه يعني وقد تمتزج لكنها هي واضحه في 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 بعض وجوهها هي متمائزه تمام التمايز نعم فمثلا يعني الـ هذا الـ الانسان كمخلوق هل قبل ان يوجد او يخلق او يخلق في في رحم امه نعم هل يعني كان قبل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى لا. معلوما يعني كانت صوره معلومه طبعا لم يكن جسدا موجودا لا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نعم انا قبل ان اصور في رحم امي لم اكن شيئا لا. لم اكن شيئا لكن العلم الالهي موجود العلم القديم العلم الالهي قديم نعم ومنذ القدم ولا يدب لا, لا يحدث على اي شيء انا كمعلوم في علم الله موجود نعم. الله سبحانه وتعالى يعلمني ازلا نعم يعلمني ويعلم تقديري ويعلم أه ساكون على كذا وكذا 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 الهيئه والرزق أه وكل ما يتعلق بهذا نعم. المخلوق هذا يسمى التقدير او الخلق بمعنى التقدير الى ان تاتي لحظه خروجي من العدم إلى الوجود لا. هنا يسمى البارئ حين يخرج أي مخلوق سواء كان إنسان أو غير إنسان من العدم إلى الوجود طبعا لا يخرج إلا وعلى صورة معينة أو لا. على شكل معين وسبحان الله شوف مثلا مليارات المليارات من ال مع تمايز الهيئات والاشكال وصور والصفات آه صور و... نعم لا تتفق صوره مع صوره. نعم سبحان الله شيء يعني او حتى الان بصمه العين لا تتفق بصمه مع بصمه ولا بصمه فمعناها ان كل مخلوق يقدر ازلا في العلم ثم يجي تيجي صفه البارئ فتخرجه من من العدم خلال العدم خلال تخرجه وفق علمه تعالى وعلى صوره نعم من من الصور التي ارادها الله وفق علمه وفق ارادته نعم. والامام الغزالي يعني عشان يقرب لنا هذا المثال ويحدد لنا التداخل بين صفه الخالق البارئ المصور يعني ضرب لنا مثال ولله المثل الاعلى نعم. طبعا لكن فقط ليقرب لنا هذه الصوره هذه لان احنا ماذا نملك لا نملك الا الالفاظ الالفاظ اللغه نعم. وصورنا المحدوده هذا الوعاء المحدود مقارنه بالصفات الالهيه لا, لا يمكن ان نعم. تتمثل الامر نعم. هناك على ما هو عليه مستحيل نعم. ولكن قد يقرب لك حتى كما قلنا احنا مثلا في البدايه ما هي اهميه اسماء الله الحسنى؟ اهميتها ان ان احنا الذات قد نصل اليها قد يعني العقل قد يصل العقل يدرك العقل ان أن هذا الكون لابد أن يكون له موجد وأن يكون له صانع، لكن ما هو هذا الصانع؟ ما صفاته؟ أي وضعه في في ما؟ هنا يتوقف عمل الإدراك لا يعرفها أبدا، وإنما الشرع أو الوحي أو نعم. الدين هو الذي يأتي إليه ويقول له مش من مش من مش من مزاج الرسول أو نعم. من عند الرسول أو من عند النبي لا. هو ده بيوصل رساله من الله ان انا صفتي كذا نعم يعني بعدما بعدما امنتم بان هناك اله اعلموا ان صفتي كذا وكذا وكذا, وكذا 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 هذه هذا العلم الذي يعني يراد توصيله الينا هو ما ما فيش يعني وسيله غير انه يصاغ في الفاظ لا. وفي صور يعني يستطيع العقل ان يتصورها، فمن هنا ما ما نتخيله او ما نتصوره مجرد امثله انما المثال الحقيقي لا يمكن يعني حينما قلنا ازار ورداء مش معناها ان الله لابس رزاء ولا لا رداء هذا ليس تصويرا ولا تجسيدا ولكن يعني لتتقبل مثلا لو ان طفل مثلا سالك عن لذه العلم أو أي لذة من اللذائذ الكبرى التي لا يدركها الإنسان إلا بعد أن يكبر. نعم. طبعا لا تستطيع أن تكرسها. لتف... ولكن نعم. لو جبت له قطعة السكر اللي هي ما يكون وتقول له دي يعني لذة العلم تشبه لذة السكر وأنت بتاكله. نعم. لذة العلم أكبر بكثير لا علاقة بين لذة قطع ولكن على قدر استيعابي وبين لذة العلم طبعا في لذائذ أخرى ضخمة لا. لا يستطيع أن لا يستطيع أن يدركها الطفل لأنه يفتقد الحواس اللي هي ممكن لا. تمثله هذا هذه هذا النوع من اللذة لكن حينما تضرب له المثل تضرب له المثل ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله لا. فهنا يض... تضرب الأمثال مثل الإزار ومثل الرداء لأن يعني العقل يستطيع أن يدرك شيئا من هذا فقط فهنا المثال الذي ضربه الإمام الغزالي من هذا القبيل لا. وهو مثال المبنى أو البناء يقول لك البناء ده لما احنا نريد بناء نذهب أولا إلى الله المثل الأعلى لا. إلى المهندس فالمهندس هو الذي يتخيل هذا شكل البناء شكل البناء ويضعه في تصاوير او في رسوم أو في لهذا خطوط المبنى الى الى اخره دي يعني تشير الى ان الله سبحانه وتعالى المبنى او الانسان يعني المبنى في مثال الغزالي هو الانسان لا. في مثالنا ان الانسان في علم الله سبحانه وتعالى موجود ازلا نعم لكن الفرق ان الغزالي ما يقدرش يقول ان المبنى ده موجود من قديم الزمان في ذهن لا. المهندس علمه أو قدره بعد جهل نعم هنا الفرق أما أن الله سبحانه وتعالى خالق بمعنى أن علمه يتعلق بمخلوق هذا علم ف... أزلي فلم يحدث بعد أن لم نعم. يكن وإنما هو علم قديم نحتاج بعد كده في مرحلة ال... ال... البارئ خروج ال... ال... البارئ خروج المبنى ده من الورق ومن كذا إلى أن يكون يعني من العدم هو هنا معدوم نعم. إلى الوجود إلى الوجود نحتاج الى حد ثاني اللي هو البناء او البنيين أو او البناء فالبناء فال هو ده اللي يعني يشبه عمليه البارئ نعم البارئ هو اخراجه من العدم الى الوجود نا. يعني الاول مرسوم المعلوم مرتسم في, في العلم الازلي نعم ثم تاتي صفه البارئ فتخرجه من العدم او من الصوره الوجود. الى الوجود الى محسوس فعلا لا. بعد ذلك طبعا هنا يخرج لا يخرج بغير صوره والا لا. يعني ما ده لا يمكن ولم يحدث وانما يخرج بصوره فالمصور هنا هو الذي يعطي كل مخلوق يخلقه على صوره معينه لا, لا تشبه اي صوره لا, يعني لا لا اقول لا تشبه ولكن لا تتحد أو تتطابق نعم. تمام التطابق مع أي صورة أخرى من صور النبي سبحان الله على الرغم من التقارب الشديد بين هذه الأسماء والصفات إلا أن هناك تمايزاً ضخماً تمايز بينها طبعاً نعم فهذا هو المقصود يعني فالخالق هو المقدر نعم. في العلم والبارئ هو الذي يخرج نعم. هذا الشيء المقدر من العدم إلى الوجود وفق العلم نعم. وفق الإرادة ثم بعد ذلك المصور هو سبحانه وتعالى الذي يعطي لكل مخلوق مش لازم مخلوق انسان اي حاجه شكلها وصورتها التي يعني تكتمل بها او تكتمل عملها بها فضيلة الإمام ولكن بعض الناس قد يتساءل في القرآن الكريم قال سيدنا عيسى إني خالق لكم من الطين كهيئة الطير فما هو المقصد من من هذا الخلق؟ هل يستطيع البشر أن يتمثل صفة واسم الخالق؟ نعم شوف يا سيدي هو الخالق بالمعنى الذي قلناه نعم أنه هو يعني المدبر أزلاً نعم والبارئ بمعنى المخرج من العدم للوجود والمصور لا. هو الذي يعطي الصور هذه صفات قاصره يتصف بها الله سبحانه وتعالى وحده ولا دخل للعبد فيها ولا يستطيعها لا. لا من قريب ولا من بعيد كيف وهو المخلوق وهو المصور لا. وهو المقدر ده واحد يعني هو ما يعرفش يعمل صوره من 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 الصور دي نعم ف ولا يستطيع ان يخلق ولا يستطيع ان يضع الحياه في في في, في جسم زي مثلا ثم تنفق فيه الروح هو فاقد لهذا كما قلنا فاقد شيء لا يعطيه فاذا هذه الصفات صفات خاصه بالله سبحانه وتعالى ياتي سبحانه. هذا الاعتراض الذي تفضلت به وهو كيف تقول ان الخالق دي صفه خاصة وخاصه لله سبحانه ولا يمكن ويستحيل على العبد أن يتصف بها وفي نفس الوقت نقرأ في القرآن الكريم أه اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير كهيئة فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وفي آية ثانية ربنا بيقول واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ده معناها ان واضح من ظاهر الآية من الظاهر ان سيدنا عيسى عليه السلام يخلق طير ويسمى الخالق لأنه خلق الطير. نعم. أسميه خالق في الآيتين. هو المرة قال على نفسه إني أخلق لكم من الطين. وربنا بيقول وإذ تخلقوا نعم. آه وإذ تخلقوا من الطين. الحقيقة ده هذا ذهول عن آه عن عمق الآية الكريمة. نعم. الخالق هنا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وسيدنا عيسى ليس له دور في هذا الأمر. الا انه مجرد محل نعم ظهر فيه خلق الله يعني هو اظهر الله فيه معجزته في الخلق هو اداه اظهار الايه او اداه اظهار المعجزه انا مش عايز اقول اداه كمان انا عايز اقول هو محل الخلق محل, محل آه الخلق بدليل ان كل واحده من الايتين ما شاء الله يعني لا تترك لك هذا الوهم فأنفق فيه هو بيقول بإذن أني سيدنا عيسى أني لا. أخلق لكم من طينك هيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم. يبقى مين اللي أذن وخلق؟ الله سبحانه الله وتعالى. الله سبحانه وتعالى والثاني برضه لما ربنا بيذكره ويستخلق كذا بإذني. نعم. فإذا الذي أذن بهذا الخلق وخلقه هو ال 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 الله سبحانه وتعالى. سبحانه ولولا إذنه ولولا الله لما تم شيء. لا, لا على يد عيسى ولا على يد غيره عيسى عليه السلام نعم فاذا كما تفضلت يعني سيدنا عيسى استخدم اداه يديه نعم. دي استخدمت كأداة, كاداه او كمحل لاظهار المعجزه اه محل نعم. لظهور المعجزه في هذا المحل نعم. فاذا يظل اسم الخالق لا يمكن ان يتصف به أي من الاسماء الخاصه حتى ولو كان نبيا من الانبياء لان ما ثبت معجزه نعم. للانبياء معجزه الخلق الانبياء اضافها الله اليه وقال وقيدها بانها لا. باذنه واما انه الصوره العامه لا. يبدو وكانه هو الذي الصوره العامه لا. او الظاهره يبدو وكانه هو الذي خلق الطير او هو الذي يعني خلق او قام بخلق كذا لكن حقيقه الامر لا. لو انتزع منه الاذن وانتزع منه المعجزه لا 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 لما لا ظل شيء. شيء ثم ان احنا عرفنا قبل ذلك المعجزه بانها هي فعل الله باليقين فعل الله, الله لأن العبد للعالمة. لا يستطيع لا. لا يستطيع ان يوقف القوانين ابدا لا. انما الذي يوقفها هو الله سبحانه وتعالى سبحان الله لكن يوقفها بمثال على يديه هذا لا يعني ان المعجزه عملها النبي بالعكس المعجزة هي هو محل المعجزة هو محل المعجزة فقط علشان تدل على صدقه وعلشان تعين الناس على تصديق هذا النبي فضيلة الإمام إذا كانت هذه الأسماء والصفات من الأسماء والصفات الخاصة فهل يوجد حظ للعبد من هذه الأسماء والصفات؟ لا طبعا لا يعني كما قلنا هذا يعني يستحيل أن يتصف به العبد لأنها من الصفات التي اختص الله تعالى بها ويعني وآيات كثيرة تدلنا على ذلك هل من خالق غير الله ده استفهام, نعم استفهام يعني السنكاري برضو أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم هم الخالقون نعم. فالقرآن واضح وصريح فأن هذا الاسم لا يطلق على العبد أبدا إنما إذا أطلق فيطلق مجازا بمعنى أنه يصنع شيئا نعم كإطلاق مجازي إطلاق مجازي بمعنى الإبداع أو بمعنى التقدير لكن فرق بين إبداع وإبداع وفرق بين تقدير وتقدير ولا يمكن عليه ولا يمكن اطلاق اسم الباري عليه لان الباري نعم. اخراج من الوجود الى العدم ولا مصور لان الله هو الذي يعطي الصور لله نعم. فالعبد ليس له في 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 هذه الاسماء لان كما قلنا في اسماء يعني يختص بها الله سبحانه وتعالى وليس العبد فيها نصيب شكرا فضيلة الإمام ونستكمل في الحلقات القادمة بإذن الله إن شاء الله شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله